السلام عليكم البنات، كي راكم؟ لاباس؟ غايه الحمد لله. راكم عارفين رانا في الدار، ما راني نشري والو. الخبز بخاسك راني كل يوم نعجن باش نيفيتي الماكسيموم الماكسيموم حتى باش ما نخرجش من الدار. اليوم عاود غادي نعاود معاكم الخبز. ساهل ماهل، نامبورت وحده اديره، ما تعجني ما تدي كيما والو، غير تخلطيه تخليه روبوزي وتعاودي غير تعجني شويه وديريه يطيب. نسحقوا في هاد الوصفه ربع كيسان فرينه، مغرف خماره، مغرف سكر، مغرف خل، زوج مغارف زيت، وشويه ملح، والماء دافي. هذا ما كان. انا غادي ندير هنا ربع كيسان فرينه، نصيرهم ها هو. من بعد ما درت ربع كيسان فرينه، انا الفرينه توجور نصيرها في خبز ولا قاط، ولا توجور نبغي نصير الفرينه اون سي جامي حاجه ولا شعره ولا هذه. روح كيسان غادي ندير مغرف سكر، مغرف خماره الخبز، ندير قد مغرف خل، قد مغرف خل. هذا هو السر تاع التخفيف تاع العجائن. قد زوج مغارف زيت، واحدة زوج مغارف زيت، وندير الملح كل واحد ويدير على حسابه. ندير الملح وغادي نخلطها بالماء دافي، غادي نجريها شويه. عندك سانوج حبه طيبه ديري يجي شباب، انا ما عنديش وما بغيتش نهود نشري. راكم عارفين ندير الماكسيموم تاعي باش ما نخرجش من الدار. غادي نخلطها بالماء دافي، غادي نجريها ونوريكم. شوفوا خواتاتي هنا كيفاش جريتها. هنايا ما غاديش نعجن، هنايا غادي ندير كيما هكا. شوفوا هكا هكا هكا، نخبط هكا بالخف هكا، وندخل لها الهو هكا. تقعدي غير هكا بيدك تدخلي الهو. انا ما عنديش لي شد لي التليفون كيما هكا. سيداتي شوفي خوتي هكا، زيدي هكا زيدي هكا كيسفنج، دخلي لها الهو دخلي لها الهو حتى 5 دقائق ولا من بعد غطيها بكيس بلاستيكي وخليها تروبوزي. ملي يتضاعف الحجم تاعها تما نزيدو لها شويه فرينه، ندلكوها غير شويه ونقرصوها. هاولا الخبز تاعي كيما قلت لكم دخلت لها الهواء غايه حتى 3 دقائق ولا عينك يا ميزانك غير شويه. درت شويه يديا في الزيت باش نوخر داك العجين اللي كان لاصق فيا. غادي نغطيه ساشي بوصه، نخليه يضاعف الحجم تاعه. من تشوفي الحجم تاعه يضاعف تما نزيدو له شويه فرينه، نقرصوه في البلا تاع الكوشه ونديروه يطيب ان شاء الله. ساهله ماهله، ما تضلي تخرجي ان شاء الله. ربي يعافينا ويعافيكم يا ربي امين. ها هو الخبز تاعي بعد ما خليته ريح. شوفوا ضعف الحجم تاعه، دار هنا هكا بليطات كي راه لاصق كيسفنج. غادي ندير له شويه فرينه، نقلعه من الباسينه، ندير له شويه فرينه هيا، وندير له خبيزات وندير في هذا السنيدجه اللي كنت دهنته بالزيت هكذا. ديري شويه فرينه هيا ونقلعوها، ساهل باش تقلعيه. غادي نديره فوق البوطاجي باش نعجنه غير شويه، ندير له شويه في السفرينه باش ما يوليش يتلصق. نعجنه شويه 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 غير شويه قد ما نلمه، وندير خبيزات. هاي الكسره تاعنا من بعد ما طابت ديروها في شباك ولا في سربيطه باش ما تعرق لكمش. انا ديجا حليتها بغيت نشوفها كي خرجت. جاتني 3 خبزات. مام هذه العواسات نجمو ديرو فيها طاجين، تجي طاجين وتجي كوشه، وهي الطياب تاع الخبز كل وحده والكوشه تاعها كي طيب. هاي ديجا راني حلتهم، ها انا شوفوا كي جا خفيف
هذا ديكو كيما تقرا نقرب لكم، شوفوا كي جا خفيف، جاها منسوف وجا خفيف. ان شاء الله تسيوه وتعجبكم الوصفه. ها خبز سهل بلا عجين بلا دليك وما يديش الوقت بزاف. لا عجبكم الفيديو ديروا لي جام، ديروا لي ابوني، ولا ما عجبكمش الفيديو ديروا لي كومونتير وقولوا لي الحاجه اللي ما عجبتكمش ان شاء الله نبدلوها. ونتلاقوا ان شاء الله بربي في فيديو جديد ان شاء الله. ها ولا الفطور اللي طيبناه من بعد ما عزمت الكسره وليتكم كي طيبوها، خرجت ما شاء الله. درت معها شويه جلبان، طاجين تاع جلبان خفيف غير شويه، شويه فريت وشويه دجاج وشويه طوماطيس وبصل مع زيت زيتون. زيت زيتون كثروا منه هذو الايام مليح المناعه. المهم اللي كانوا عندي صوالح درتهم، ما بغيت نخرج ما بغيت نشري كسره ما والو. ان شاء الله يعجبكم فطورنا وصحه فطوركم، والى فيديو لاحق ان شاء الله.